ازيكم عاملين ايه؟ ده فيديو جديد من فيديوهاتي، والفيديو ده هنشوف انواع القصات المختلفة في العالم كله. وطبعا انا مش منتقد للشخص نفسه، انا كل اللي انا بعمله بعمل رياكت، رد فعل عن الفيديوهات بس، مش بنقص من الشخص نفسه ولا بتريق على حد، لكن انا كل اللي انا بعمله ان انا بشوف الفيديوهات واعمل رد فعل عليها بس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، تعمل سبسكرايب في القناة وتدوس على زرار الجرس عشان يبعت لك اي فيديوهات جديدة انا بعملها. ولو لسه متفرجتش على الفيديو اللي فات تقدر تتفرج عليه دلوقتي، تنزل في الديسكريبشن في صندوق الوصف تتفرج عليه وتيجي تتفرج على ده. يلا نبتدي الفيديو. ده فيديو من الفيديوهات الغريبة اللي أنا أول مرة أشوفها في حياتي. الناس بتحلق بطريقة غريبة خالص. دي مش حلاقة يابا، ده مرسم في قفاه. هو فنان بس ما مش هترسم على قفايا، يعني مش هترسم على شعري. ازاي امشي كده في الشارع؟ سبحان الله. يعني وايه ده كمان بيرسم ايه بقى؟ احنا خلاص عارفين ان كل دول رسومات، يعني كل اللي على قفاهم ده هيبقى مرسم، لكن بنشوف بقى الرسومات اللي بيرسموها، الحاجات الغريبة اللي بتترسم. ده جامع ده يا ابني ولا ايه ده؟ ولا بيت ده ولا ايه؟ حاجات غريبة سبحان الله. مش متخيل انا واحد يبقى ماشي في الشارع كده وهو عامل كده في شعره، او يمكن عادي هو في بلدهم كده عادي. خلينا نشوف الناس دي تبقى عاملة ازاي. ده شعره اصلا كان قصير فزودهوله. لكنه مرسوم، كأنه تمثال مش حقيقي. يا ابني ما انت شعرك حلو يا ابني، لازم تلعب فيه. ايه بقى الرسمة دي كمان؟ حاجة غريبة والله، شعره يبقى تمام ومفهوش اي ولا غلطة ويروح يلعب فيه. دي وردة دي يا ابني ولا ايه؟ ترسم وردة في قفاك؟ حاجة غريبة والله. ايه يا اسطى ده؟ والله دي مش الرجالة بس، كمان دي كمان البنات. طب بذمتك ده منظر يعني انا امشي بيه في الشارع؟ هي حرية شخصية طبعا، بس يعني مش شكل خالص، يعني انا ما ينفعش اعملها نهائيا. ماشي في الشارع كده ازاي؟ ايه ده؟ طب يا ابني هيعملك ايه في الاخر؟ بيعمل خريطة في دماغه. يا اسطى ده يا اسطى ده ايه ده؟ كوكب ده؟ كوكب زحل؟ عامل لك كوكب زحل في دماغك؟ هو زحل، انا قلت كده برضه. حاجة غريبة والله العظيم. ده ايه ده؟ ده اتوقع ان هو الرئيس. لا ما طلع رئيس اوباما، الرئيس الاسبق لامريكا. عارف ده من حبه ده للرئيس يرسم له صورة على قفاه. يا عيني يا عيني على الانتماء.
يا نهار ابيض، لو ما طلعتش في الاخر الريس. مش عارف هو تقريبا، او مش عارف هوش في شبه منه. هتعمل ايه يابا انت كمان؟ لازم يبوظ شعره. طب ما انت حلقت حلوة خلاص كده، الحلاقة جميلة، ليه لازم تلعب في شعرك؟ الحلاق ما يتكيفش كده غير لما يلعب له في شعره. ايه ده، دي علامة نايكي دي ولا ايه؟ يا معلم ده كمان هي لسه ما خلصتش، هيلون له بقى في قفاه. دي بقى، دي كانت فيديوهات، دي بقى رسومات صور. دي عاملة زي عشة الطيور على دماغها. هي حلوة الصورة، يعني الصورة حلوة، عاملة حصينة وكده، بس ما تتعملش يعني. تالي ده فوتوشوب يعني، ما تقاليش ان ده حقيقي. ايه اما اللي انت عاملاه في شعرك ده؟ ده ايه ده؟ دي نجفة اللي حطاه في دماغها دي ولا ده ايه؟ نجفة. وده برضه عامل له رسمة في قفاه. مش يمشي ازاي في الشارع كده، والله العظيم ما عارف. ايوه ايه بقى، ايوه فين الابداع يعني؟ فين يعني انت عامله ده في شعرك يعني؟ كنتش تعبت نفسك ونزلت للحلاق؟ والله كنت عملتها لوحدك. ايه يابا ده يعني؟ ليه الرسومات في وشي يعني؟ ارسم رسمة على ورقة بس، لكن بص ارسم رسم على قفايا او على شعري وانزل بيها في الشارع؟ استحالة يعني، استحالة. اعتذر، المايك كان هيقع معلش. وده عامل عنكبوت في دماغه، سبحان الله. وده ايه ده، بورس ده ولا ايه يا ابني؟ ليه تعمل كده في نفسك يعني؟ الفيديوهات دي والصور دي غريبة فعلا، الفيديو ده كله غريب. وده كأن واحد ماسكها بس بشعرها. ايه ده، ده عامل الكورة بتاعت التنس، عامل كرة التنس في دماغه. وده عامل صورة واحد كده أكنه بوشين، من صورة واحد فين بنضارة وبشنب في قفاه. ايه ده، وده عامل دي أنا نسايا يا اسطى، عامل أنا نسايا في دماغي. وبكده الفيديو خلص، ولو عجبك الفيديو وأول مرة تشوف الحاجات الغريبة دي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يتبعت لك أي فيديو جديد بعمله. ولو عندك أفكار جديدة أعملها في الفيديوهات اكتبولي في الكومنتس وانا هقراها واعملها. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.